السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. أصبحنا وأصبح الملك لله، وصباح الجمال عليكم كلكم. الروسيات والأوكرانيات معظمهم يعني جميلي الخلقة، وعندهم يعني الوش جذاب كده، إن أنت تتأمل فيه وتشوف شوف مرسوم إزاي وجميل إزاي. في ناس متخصصة في الجمال، متخصصة ان هي تطلع الجميل في الوجوه، يقول لك مثلا انت عندك انفك، حواجبك، بتاع يعني كده، حسب انت هدفك ايه او مغرم بايه بمعنى ادق. ففي حد بتلاقيه وانت قاعد في روسيا، في اوكرانيا، في اي مكان، تلاقيه بيبص ويتامل فيك. انت عندك حاجات كتيره جميله، جميل الخلقه، الوجه مثلا ما شاء الله عليك، عندك ساعه جميله، لابس بنطلون جميل، لابس مثلا كاسكيت جميلة، عندك كم حاجة كده، ساعة حلوة، عندك حاجات قيمة كتيرة، حزام قلنا ولا ما قلناش، يعني شوية حاجات كده شيك وجميلة. فهتلاقي حد مركز على حاجة من الحاجات دي، ومن الحاجات الجميلة اللي معاك باسبورك، وانت بتقدم على الإقامة مثلا أو على الجنسية وقاعد مستني دورك أو شيء، في حد مركز على باسبورك قوي. في ناس غاوية تجمع باسبورات، انت معاك حاجات كتيرة مهتم بيها كلها، ولكن من كترهم اهتمامك بيقل شوية، لكن هو مهتم بحاجة واحدة بس، الباسبور. مجرد تسهى عنه يبدله بحاجة تانية. ودي كانت قصة احد المصريين اللي موجودين في اوكرانيا، اللي فوجئ ان بدل باسبوره معاه دفتر غريب كده، قال لي ايه ده، دفتر تموين، حطوا لي دفتر تموين مكان باسبوري. يقول لي طول الوقت عمال احط ايدي في جيبي، الباسبور موجود، اما روحت البيت بيفتح فلا دفتر حاجة تانية خالص. ايه الدفتر ده؟ مش عارف ايه ده، حاجة زي دفتر التموين، حاجة قديمة ومكتوبة باليد، الكلام جوه مكتوب بخط اليد. قال لي معرفش ده دفتر ايه، حد يمكن بدله معايا بالغلط. ازاي وهو في جيبي؟ لا، قلت له هو دي حركة معروفة، نصاب بيجيب اي حاجة، ان شاء الله لفة حشيش، اي لفة، اي حاجة لفة فيها كرتون، فيها بنفس وزن باسبورك ونفس الحجم. هم عارفين الباسبورات حجمها ووزنها قد ايه، كلها في العالم كله تقريبا شبه بعض، وبياخد ده ويحط ده مكانه عشان ما تحسش بحاجه وتنام في العسل لحد اخر اليوم. طبعا هو رجع للمكان بتاع الاقامات، المكان بيخلص، وباسبوري وقع عندكم ولا مش، انا لقيت ده مكانه. قالوا له ما لا، ده مش عارف ايه، ده مش ملوش علاقه وما عداش علينا وما بيستخدموش هنا اصلا، الدفتر ده ايه ده، انت لقيته فين؟ فيقولوا ده حتى يعني قديم قوي، يعني واضح ان هو بتاع حد مثلا ايه على المعاش ولا حاجه، دفتر حاجه ما اعرفش دفتر ايه. المهم يعني قالوا باسبورك ما شفناهوش، ما حدش بلغ ومفيش اي حاجه، طلع يدور من هنا وهنا. خلاص راح وهيطلع بقى باسبور جديد وراح السفاره وخلص اجراءاته. ولكن الباسبور ده هيتعمل بيه ايه؟ انتوا عارفين بقى هيتعمل بيه ايه. كل الباسبورات ليها عازه وليها لازمه عند ناس تانيه. ان شاء الله باسبور اضعف بلد في العالم، ما تقولش ده باسبور مصري هيعملوا بيه ايه، لا يعملوا بيه كتير، يعملوا بيه كتير، يعملوا بيه جرايم لو عايزين. ودي كانت حلقة النهاردة. خلي بالك على باسبورك، خلي بالك على تليفونك، أخطر حاجتين. حتى لو شغلك كله مش محطوط على تليفونك، بس تليفونك حاجة مهمة، ايدنتيفيكيشن، ايدنتيتي ليك أنت، في حاجات مهمة جدا كلها عن طريق خط التليفون، مجرد غيابه عنك لدقايق يعمل لك مصايب. وكانت دي حلقة النهاردة، ننتبه شوية ونركز أكتر على الحاجات الأساسية اللي غيرنا الحرامية واللصوص مركزين عليها أكتر مننا. سبحانك.